الجهات او المواضيع اللي بيطلع عليها فعلا مثلا لما يطلع المبنى تبعك يعمل لك انسبكشن بعد انتهاء عمليه الانشاء للمشروع تبعك، راح اقسمها لثلاث نقاط. مرحبا، يعطيكم العافية. بعد ما حكيت في الجزء الأول والجزء الثاني من الفيديو أهم النقاط اللي بتطلع عليها الدفاع المدني لما يطلع يعمل لك شكل المبنى تبعك، في هذا الفيديو راح أحكي عن إشي أنا سميته جنرال ستاندرز، لأنه بيخلط بأكثر موضوع، يمكن يروح شوي للأركيتكتشر، يمكن يكون بعيد شوي عن الـ MAB، لكنه بيضل عم نحكي عن اللايف سيفتي في المباني. من أهم النقاط اللي بتطلع عليها برضو الدفاع المدني هلا، الشيء الثاني كمان اللي بيطلع على الدفاع المدني، اذا كان مثلا في عندي بنتريشن خلال السلابات، مثلا في عندي تمديدات معينه، هاي التمديدات ليتس سي كهرباء او بايبس او واتيفر، عم تمر من طابق لطابق فيرتيكلي، وعم تكون في فتحه في السلابه، ويكون في عندي شاف في السلابه بتمر من خلال هاي التمديدات، او بتمر هوريزونتالي وخلال الجدران في عندي فتحات عم بتمر منها هاي التمديدات، فديفينتلي لازم تتسكر هاي الفتحات اللي مرت منها هاي البايبات او هاي الترنكات بمواد مقاومه للحريق واضافه فاير سيلنت في هذا المكان حتى ما تنتقل الحريق من مكان لمكان هوريزونتالي او من مكان لمكان فيرتيكلي، فبمنع انتقال الحريق وبمنع انتقال الدخان.